النهارده هنستخدم عمر هبتدي كويس يا عمر انت افتكرت. النهارده هنبتدي في ابلكيشن مهم قوي، وهنشوف الابلكيشن ده هنستخدم فيه ايه، ومنه الاندايركت دايركت، وهنتكلم على حاجه برضو اسمها الايفابوريتيف ريكفري. في بيبر كده انا كنت وعدتكم ان انا هديها لكم، باين صح؟ فاكر انا فاكرينها دي؟ هو تقريبا كان في بيبر، بس يعني حضرتك تقريبا نسيت تبعتها ولا ايوه مش صح، قادر. انا فعلا نسيت. هو بصوا انا والله يعني انا للاسف انا من ساعه ما من اخر مره كلمتكم انا كنت اصلا مسافر، ولسه راجع امبارح بالليل، يعني كنت اسبوعين بره، كان عندي شغل وكده، فكنت اسبوعين بره، وبعد كده الاسبوع اللي فات ما عرفتش كان جالي كورونا ولا ما جاليش كورونا، وانا تعافيت دلوقتي ان انا جالي بس ما حسيتش بيه. ف سلامتك هندسة. الله يسلمك. لا حبيبي والله ما انا ما حسيتش بحاجه خالص، انا يعني ما I never felt it. I didn't even have symptoms. انا يعني لولا ان واحد قال لي انت ممكن يكون عندك عشان انت قابلت واحد عنده، ما كنتش اختبرت اصلا يعني. بس انا هحط البيبر دي على الجروب، هحطها دلوقتي عشان ما انساش، وهنتكلم عليها النهارده يعني. انا ما اعرفش ازاي احطها. هو ازاي تحط بيبر على الجروب؟ ممكن تحط بي دي اف على الجروب، حد يعرف؟ بتحولها ال طب مش خو... آه... طب خد اللينك بتاعها. لو بي دي اف يا باشمهندس التكه هتتغير. البي دي اف سهل هنا. طيب انا حطيتها دلوقتي اهي. اوكي انا عملت لها بوست اوريدي، انا حطيتها بوست اوريدي، هي حطيتها لو حد عايزها بقى. طيب النهارده هنتكلم على موضوع مهم قوي في الاتش فاك عموما، وعشان احد تطبيقات الاندايركت دايركت، وهو موضوع اسمه الفريش اير. حد يسمع الفريش اير؟ يعني ايه فريش اير؟ بنستخدمه ايه؟ ايه 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 مصيبه الفريش اير ده؟ ايه مشكلته؟ حد يسمع عنه؟ هو ده بيكون الاير بتاع الاوتسايد، فبعوز افلتره قبل ما ادخله على الروم. طب حد تاني، ايه مشكله الفريش اير يا شباب؟ ليه بنحتاج فريش اير طب في البيلدينج؟ طيب احنا ليه بنحتاج فريش اير جوه؟ طيب عشان السي او 2 جوه تقريبا بتكون ما تزيدش جامد فغلط علينا، فاحنا في رينج للسي او 2 معين المفروض ما نتعداش. صح، هو انت قلت صح. انت لما بيكون عندك مجموعه كبيره من الناس قاعدين في مكان واحد، لو انت ما بتدخلهمش انف اكسجين، هم احنا ببريد اكسجين صح، بنتنفس اكسجين، فانت بتنفس اكسجين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون عكس النبات. لما بتعمل كده فنسبه الاكسجين بتقل ونسبه ثاني اكسيد الكربون بتزيد. طب ايه اللي يحصل لو نسبه ثاني اكسيد الكربون بتزيد؟ حد يعرف؟ بننام. فاكرين واحنا في ابتدائي، وابتدائي تحديدا، فاكرين واحنا في ابتدائي وانتوا في ابتدائي لما كنتوا بتطلعوا فسحه ترجعوا كله تعبان وتلاقي نص الفصل نايم؟ حد يفتكر يعني بعد الفسحه؟ وانا كنت بكون من ضمن النايمين دول. كنت بتضل نايمين برضو؟ اي اوكي well ما دونت فيل باد. انت بتنام عشان للاسف اللي بيحصل، احنا طبعا ما عندناش معايير وما عندناش كودز لبناء المدارس، ف معظم المدارس ما فيهاش تكييف، والاول اللي فيها تكييف هتلاقي حاطط ميني سبليت يونت على الفصل وخلاص.
ده المدارس الخاصة يعني، المدارس العامة ما فيهاش أصلا تكييف، فبتخش ما كانش فيه فريش اير، ما بقاش فيه فريش اير، فأنت بتخش الناس ما عندهاش إناف أكسجين، العيال بتلعب بره وشغالة تعب 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 وجاية ما فيش خالص، مش عارفة تتنفس، فبالتالي بيناموا. فالفريش اير مهم قوي 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 يعني، يعني فكرة الفريش اير ونسبته وقد ايه نسبته مهم قوي قوي. حد يعرف انتوا تمام؟ انا قلت لكم على الاشري قبل كده صح؟ ها شباب، قلت لكم على الاشري قبل كده؟ ايوه يا باشمهندس، اشي فاندمنتال. الاشري ستاندر 90.2، دي بتحدد بالظبط، لو حد عايز يكتبها هي 90.2. الاشري ستاندرد بتاعت الاشري 9.2 بتحدد بالظبط كميه الفريش اير اللي احنا محتاجينها جوه البيلدينج. يعني بتقول لك البيلدينج مثلا زي مثلا سينما، فانت عندك السينما ديت فيها بيبقى عدد اوكيبانسي معين من الناس، فبيقول لك احنا محتاجين ندخل 300 سي اف ام بير بيرسون بير وات ايفر، فده انت لازم تدخل كميه الفريش اير دي جوه البيلدينج. عندك مول، المول فيه عدد كبير جدا من الناس، فانت لازم محتاج تدخل فريش اير جوه المول. طب انت عندك مدرسه، عندك مسرح، عندك مبنى مكتبي زي مثلا لو حد راح القاهره المكتب بتاع اوراسكوم الكبير ده، برج اوراسكوم ده برضو انت محتاج. فالفريش اير مهم قوي ان انت تدخله جوه البيلدينج عشان الناس تعرف تتنفس اكسجين. وده طبعا له اشري ستاندر ولنا كود وبندخل قد ايه. انت كمهندس تكييف الفريش اير ده بالنسبه لك صداع، صداع ما بعد صداع، يعني كميه الصداع اللي بتيجي من الفريش اير ده، وهنتكلم فيه النهارده ليه، يعني ليه اللي بيجي ده. انا بس بحاول اديكم مقدمه. طب بالنسبه للبيوت، هل محتاجين فريش اير في البيوت يا شباب؟ هل محتاجين فريش اير في البيوت يا شباب؟ البيوت بيكون فيها فنتيليشن طبيعيه من الشبابيك وكده، وعدد الافراد ما بيكونش كبير، فلو بنسبه هتكون بنسبه قليله يعني على حسب الميكسنج هيكون كده. صح، انت قلتها صح، البيوت ما بنحتاجش فيها فريش اير عشان انت نسبه التسريب فيها بيبقى عالي، انت عم داخل فاتح الباب على طول، هو البيت مساحته اصلا مش كبيره، يعني معظم الاوقات بتبقى كام؟ مثلا 150 متر، 200 متر، 100 متر، في الحدود ديت، فانت البيت اصلا مش كبير، مربع طبعا يعني، البيت مش كبير، وانت عمال تفتح شبابيك وتقفل شبابيك، فانت غصب عنك بتدخل فريش اير، والبابنا نفسه ما بيبقاش تايت، ما بيبقوش في تايت بيلدينج، يعني انت لو هتيجي في الشتاء مثلا وهتحط ايديك كده حوالين الشباك هتلاقي فيه هواء داخل، ولو حطيت ايدك حوالين الباب هتلاقي فيه هواء داخل. فالبيوت غالبا حتى في امريكا رغم ان هنا البيوت فيري تايت فيري كلوز واكبر شويه، بس عموما الفريش اير في البيوت لو ما كانتش بقى يعني فيري لارج هاوس ما بيبقاش مطلوب قوي في الكود، بيدخله بتبقى نسبه قليله وما بتبقاش الموضوع محبك. لكن انت بتتكلم على حاجات كبيره زي مول، زي سينما، زي مسارح، زي مدارس، زي مباني حكوميه، زي مباني اداريه، المباني دي لازم يخش لها فريش اير. طيب انت كده عندك الاحمال هنتكلم عليها، قلنا الحمل الحراري، احنا قلنا الحمل الحراري يعني ايه تكييف؟ تكييف ان انا بعمل نوتراليزيشن او معادله للحمل الحراري اللي بيحصل جوه البلد. انا هجيب كده وايت بورد عشان اشرحها وافهمكم المشكله جت منين. او دي الاشري ستاندرد، انتوا شايفين السكرين بتاعتي كده يا شباب؟ تمام ظهر. دلوقتي انت عندك بيلدينج اهو كده ماشي، البيلدينج دوت لو بافتراض الشمس كده حلوه كده ماشي، الشمس دي بتطلع حاجه اسمها radiation صح؟ اشعه صح؟ البيلدينج ده بيبقى معزول عزل حراري او مش معزول، ففي عندك حراره
انا بس عايز اشوف انا هحط الدايجرام بتاع الحراره ماشيه ازاي. انت عندك حراره ماشيه من جوه لبره كده صح؟ سولار جين بيسموها صح كده؟ عارفين انتوا الحكايه دي صح يا شباب؟ ايوه مظبوط يا باشمهندس. وعندك سولار، عندك سولار جيم من فوق من السقف، وعندك سولار جيم من الحيطان، وعندك سولار جيم من الشبابيك، عندك سولار جيم من كل الاماكن اللي موجوده حواليك صح كده؟ السولار مظبوط. جيم دي بتعتمد على فرق درجه الحراره ما بين بره وجوه، وبتعتمد على الانسليشن اللي انت حاطه في الحيط او الشبابيك، دبل بين دبل وات ايفر صح كده؟ دي اهم حمل حراري جاي لك هو السولار جين، اهم حمل حراري في الموضوع كله. السولار جين دي بتبقى سنسبل ولا ليتنت؟ سنسبل، انها بتزود حراره البيلدنج صح كده؟ طيب انت هنفترض ان السولار جين ديت هنقول عليها كيو 1 ماشي كده؟ بالاضافه ان انت عندك مثلا في جين من جوه البيلدنج نفسه، عندك مثلا لمبه ماشي كده، عندك موتور، عندك مروحه صح كده؟ انا هسالك سؤال واللي هيجاوب عليه صح فعلا فعلا هيعجبني. لو في موتور جوه البيلدنج، الموتور دوت قوته 2 كي دبليو، لا 5 كي دبليو، 5 كي دبليو اتش ماشي كده؟ كميه الحراره اللي الموتور ده بيديها للبيلدنج قد ايه؟ ستين في المية من 5 كيلو وات. صح، عشان 40 هو هيطلع القدرة بتاعته، الكفاءة بتاعته مثلا 40% والباقي حرارة. مين تاني يجاوب؟ هو هيدي الخمسة كيلو وات كلهم؟ هيدي الخمسة كيلو وات كلهم. حد عارف ليه؟ ايه؟ هو هيدي 5 كيلو وات كلهم. هو الوات الحراري هو الوات الكهربي؟ مش دي حرارة، مش ده انرجي وده انرجي؟ يبقى هو هيديهم كلهم. ليه هيديهم كلهم؟ في الاخر هو حول الكهرباء لحركة وهيت صح؟ طب الحركة هتروح فين؟ ما هتروح حرارة برضه. في الاخر هم 5 كيلو وات هنجي لك، ما انت انرجي كانت بي فانجر كرييتد فروم نوثينج، قانون الاول الثيرمودايناميكس. ال 5 كيلو وات اللي انت اديتهم للموتور دول هيروحوا فين؟ في الاخر الحراره انت عندك برضه، سواء راحوا حركه او سواء راحوا هيت على طول، في الاخر خالص هيجوا لك حراره برضه. فاهمين النقطه دي؟ يعني من الفيرست لو كده مفهومه، يعني ان الطاقه اللي هتكون ولا تستحدث من الفيرست لو مفهومه فعلا بالظبط كده. فمن ببساطه كده، ببساطه كده عشان تحسب الحراره اللي من جوه البيلدنج، تجمع كل الاجهزه الكهربائيه وتجمع الواتج بتاعتهم، وهي دي الحراره اللي جايه لك من الاجهزه. يعني لو اللمبه دي 1000 واط هتديك 1000 واط حراره، لو الموتور ده 5 كي دبليو هيديك 5 كي دبليو حراره، لو المروحه دي مش هتجمع كل المواتير ديت وتحطها جوه كانها حراره عاديه وتتعامل معاها. ببساطه جدا. فهمتوا الحته دي وانتوا بتحسبوا الحمل الحراري؟ يبقى الحمل الحراري عندنا السولار جين للبيلدنج ماشي، وعندك الحمل اللي من جوه البيلدنج اللي هو زي مواتير زي لومات زي كمبيوتر اي اجهزه كهربائيه بقى بتستخدم حراره. وبعدين احنا كبني ادمين احنا بندي ايه بقى؟ سنسبل احنا بندي الاثنين سنسبل وليتنت صح؟ بافتراض ان لو انت جوه البيلدنج دوت، لو انت قاعد غير لو انت واقف غير لو انت بتمشي، يعني مثلا في المسرح ده انت قاعد فما بتبذلش مجهود، لكن تخيل ده مصنع فانت بتدي كميه حراره وتعرق اكتر، فعلى حسب انت ايه الاكتيفيتي بتاعتك ده بنتحدد كميه الحراره السنسبل والليتنت. طيب انا كده عندي كده سولار جين، اكتبوا الكلام ده يا اخوانا عشان سولار جين انت اهو، خلينا اكتبها كده عشان ايه
الحمض الحراري اللي جوه السودا جيت ده اهم حاجه ماشي. internal load internal load واللود دوت بيبقى sensible زائد latent صح كده؟ ده بالنسبه تجمعه. طب لو انت لو في مطبخ جوه مش ده فيه latent برضه ولا ما فيهوش؟ لو في مطبخ جوه البيلدنج ده انت عمال تغلي ميه وحاجات كده صح؟ في latent في latent طبعا. وفي حاجه ولو انت مثلا بتبرد حد اتفرج على الايس هاكي بيفور اللي هو الايس هاكي اللي بيتزحلقوا على الجليد ده؟ حد اتفرج عليه؟ شفتوه قبل كده يعني في موفي في سينما في اي حاجه؟ ايوه ده في كميه ليتنت غير طبيعيه غير طبيعيه لان الايس ده عمال يتبخر للهواء ماشي. حد شاف حمامات السباحه المغطاه المغلقه الصالات المغلقه؟ بالتكنولوجيا ايه؟ ده في كميه ليتنت غير طبيعيه غير طبيعيه غير طبيعيه يعني لو انت عندك زرع جوه البيلدنج بيدي كميه ليتنت عاليه جدا برضو ماشي. اي ميه داخله جوه البيلدنج بتحول لك لليتنت. فانت كده عندك سولار جين انترنال لود ده سنسبل وليتنت. وفي حاجه بقى ثانيه انفلتريشن. يعني ايه انفلتريشن؟ تسريب الهواء من فين لفين؟ من الاوتسايد لجوه من بره لجوه صح كده. بيبقى شقوق بقى في البيلدنج فانت لازم ايه تحكم كده. طيب كل اللود ده انت بتجمعه سواء بقى انت بتستخدم الهاب بتستخدمه على ايدك مانيوال جي او مانيوال دي او مانيوال اس وات ايفر انت بتستخدمه ايه دي مش مشكلتي قوي. وممكن نعمل حلقه كامله على الهاب بس انا عايزك تفهم بس الموضوع فين. التكييف وظيفه التكييف او وظيفه الاير كونديشننج اللي انت بتحطه هنا ده كل اللي بيعمله احنا فاكرين اتكلمنا ان التكييف هيت بامب صح؟ اتكلمنا ان الاير كونديشننج هو عباره عن هيت بامب صح؟ مظبوط يا شون. بينقل الحراره دي كلها اللي داخله البيلدنج ده يطلعها بره. فيحصل لك هنا عندك حاجه اسمها ايه؟ ثيرمال ايكوليبريم او ثيرمال نيوتراليزيشن. انت كده بتعادل الحراره اللي داخله بتعادلها بحاجه طالعه بس. هو ده باختصار كلمه تكييف. انت بتكيف الهواء ان انت الحراره اللي داخله لك. طيب احنا ليه بندفع فلوس؟ لان الحراره دي ماشيه ضد اتجاه القانون او الزيروز او القانون الصفري للثيرموداينامكس. الحراره الاولانيه اللي جايه دي ده طبيعي دي ماشيه مع القانون الصفري. حد فاكر القانون الصفري للثيرموداينامكس للديناميكا الحراريه؟ الهيت بتموف من الهاي تمبريتشر بادي تو السلور تمبريتشر بادي. بالظبط عليك برافو عليك. فالجين اللي عندنا احنا هنا كده الجين هو مناسب جدا للقانون الاول للثيرمودينامكس صح؟ لكن التكييف مش ماشي بالثيرمودينامكس. هو بينقل الحراره على بين الحراره من بره لجوه. فانت لازم تدفع فلوس لازم تدفع وورك لان هو المشي الحراره من بره لجوه ده اجينست الناتشرال لا. طيب انا هنقل بس انا ايه هوقف هير واعمل شير تاني على طول. اذا انقل بس على سكرين تاني شايفين كده؟ شايفين كده شباب؟ باين تماما. فاحنا فاهمين يعني ايه. نحاول بس اهي احنا ماشيين كده. ده بيسموه الجين. يبقى هنا ده معنى كده ان انت عايز ام سوري ده اللي هو التكييف الجين ماشي كده فانت بتطلعه بره فانت هنا بتدفع فلوس. طيب حاجة مهمة قوي بقى. أنت بتنقل مثلا هنقول لو الحرارة الأولانية مثلا أنت عايز تطلع بره مثلا 500 كي دبليو كي دبليو اتش مثلا صح كده؟ وبتدفع
نتيجة ده بتدفع الورك للكمبريسر او وريفر كهربا بتدفعها 150 كي دبليو اتش، صح كده؟ ده على ده انت بتنقل قد ايه، بتدفع كام، حاجة بيسميها السي او بي. حد سمع عنها قبل كده؟ دي لا هي مش efficiency، coefficient of performance. coefficient of performance صح. الافيشنسي ما ينفعش تزيد عن 100، لكن السي او بي ينفع. ليه بتزيد عن 100؟ عشان انا مش بولد الطاقه، انا مجرد بنقل الطاقه اللي اوريدي موجوده لجوه لبره، انا مش بولدها، انا بنقلها من جوه لبره. فنتيجه ان انا بنقلها انا ممكن انقل حاجه، يعني انت ممكن تنقل 60,000 طن كيلو حديد بعربيه صغيره، مش يعني فاهم، هتشيلها. يعني انت الفلوس اللي بتدفعها عشان نقلها مش ضروري تكون مساويه لقيمه الطاقه نفسها. فهمتوا الحته دي يا اخوانا؟ الحته دي مهمه قوي، حته السي او بي دي. حد عايز يسال فيها يسال لو سمحتوا، بس فاهمينها انا بقول ايه؟ يعني حضرتك تقصد لو انا عندي 100 كيلو وات اور، ده كولينج لود او حمل، ايوه، انا ممكن اجيب 5 كيلو وات اور بالباور بتاعتي، ايوه، وانقلها بيها، صح كده؟ مش شرط 100، مش شرط 100 قصاد 100، بالظبط كده. تمام بالظبط كده. طيب هديك مثال ليه مهم الحته دي، هفهمها لك. لو انت عندك واتر هيتر، عارفين الواتر هيتر يعني سخان؟ تمام. سخان الميه، سخان المية، عارفينه؟ ايوه يا باشمهندس. طيب سخان المية دوت انت بتدق في مية وفي كويل كهربا كده، صح؟ صح؟ مظبوط. طيب بافتراض ان انت مدي الكويل الكهربا ده بيستغل كي دبليو مثلا اتش، انت مدي له 10 كي دبليو اتش، الحرارة اللي انت هتاخدها جوه السخان ده قد ايه؟ اقل، عشان انا بعمل جينيريشن تقريبا برافو عليك، لازم تكون اقل، لان الحراره اللي جوه السخان دي مصدرها الوحيد هي الجينيريشن اللي انت بتعمله جوه الكويل ده. طيب لو انا عندي نفس السخان بالكهرباء كده، وبص بقى هعمل فيه ايه، حاطط فيه كوندنسر بتاع اير كونديشنينج، وعندك هنا كومبريسر، والكومبريسر طالع كده، وفي ايفابوريتر كده، ايفابوريتيف كويل، وداخل هنا، وهنا في تي اكس بي. يعني الكومبريسر ده بيعمل ايه؟ بياخد الحراره من هنا ويحطها هنا. ما هو ده ايفاب، وده كوندنسر. انتوا فاهمين الفرق ولا مش فاهمين؟ ده الترانزميشن الثانيه دي بتستخدم بيزد اون سكند لو، هيكون السي او بي هو اللي بيحدد الاداء بتاعها. ولو يعني انا في الثانيه دي اللي هي بيسموها ايه؟ ده هيت بامب. دي هيت بامب، اتس واتر هيتر هيت بامب، صح كده؟ الواتر هيتر هيت بامب دي بتعمل ايه؟ بتنقل الحراره اللي بره الهيتر بتدخله جوه. الواتر هيتر هيت بامب بتطلع هواء ساقع. ليه؟ لانها بتسقع الهواء اللي حواليها، لانها بتسحب منه الحراره تدخلها في الميه اللي جوه. مين اكثر كفاءه؟ الاولانيه ولا الثانيه؟ الالكتريكال جنريشن ولا الواتر هيتر هيت بامب؟ الثانيه طبعا. الثانيه مين هيستهلك كهرباء اقل لجنريت نفس الـ كميه الحراره؟ الثانيه برضه هتستهلك برضه. طب صح كده، برافو عليك. الواتر هيت بامب مفيد جدا، واكشلي فيري افيشنت، وبيفيد ومفيد جدا، وبيسيف كهرباء كتيره جدا. قول لي بقى ليه في مصر مثلا ما بيستخدموش واتر هيتر هيت بامب، رغم ان احنا ما عندناش كهرباء؟
اعرفش هل هل التكنولوجي دي فعلا موجوده؟ ايوه موجوده اهي. كل دول واتر هيتر هيت بامب. ده واتر هيتر هيت بامب. بقى في كومبريسر فوق وبيبقى في كل ايفابوريتور كول والكوندنسر بيبقى جوه، وتكنولوجي موجوده ومش جديده، بقى لها فوق ال 30 سنه. احنا باشمهندس عامه يعني الاونر اهم حاجه عنده الانيشال كوست، يعني فكره الرننج كوست. برافو عليك، برافو عليك. لكن انت لما بتتكلم في 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 بيلدينجز بتملكها الحكومه والرننج كوست هي اللي متدبسه فيها كده اني anyway. او بيلدينج بتملكها مدارس والرننج كوست بتاعتك هي المشكله، وانت بلد ما عندكش كهرباء اهدي. ده اتس ا واتر ذاتس ا واتر هيتر هيب. كل دول واتر هيتر هيب. ده بالكهرباء، ده الكتريكال هي، ده الكتريكال ووتر هيتر هي بامب، وده ووتر طبعا. وهنا كل الجديد يعني احنا في الستيت اوف كاليفورنيا في الولايه اللي انا فيها تقريبا منعوا الالكتريكال ووتر هيتر لان هو باور هاج. اه دي ووتر هيتر هي بامب، بيبقى فوق كده بيبقى فيه الكمبريسر بيتبرق وبيتغيره من فوق، وهو الووتر هيتر هي بامب من فوق كده بتطلع هواء ساقع، ولو حطيتها في جراج او حطيتها في هواء سخن بتبقى كويسه لانها بتبرد الهواء اللي حواليك. في بلد زي مصر انتوا عندكم ما فيش سقعه جامده، امتى الوتر هيتر ما بيشتغلش كويس؟ لما يبقى الكلايمت فيري كولد. هيسحب منين؟ هيسحب حراره منين؟ ما هو اللي بره اوريدي كولد. فانا ما بتكلمش على كولد يعني 10 و12 و11، انا بتكلم على ماينس 10 وماينس 20 وماينس 30. ان فاكت ال الافشنسي هنا بتبقى في حدود ال 95% مثلا. السي او بي هنا بتبقى 3.5، يعني كميه الكهرباء اللي هنا انت بتدفع هنا اقل من ثلثها عشان تحصل على نفس كميه الحراره. دي اسمها ووتر هيتر هيت بامب او دي هيت بامب. انا بس كنت عايز افهمكم حته السي او بي، الفرق ما بين السي او بي وما فرق بين الافشنسي. السي او بي انت بتنقل كهرباء من بتنقل حراره من جوه لبره، فانت عشان كده بتدفع ثمن نقل، ما بتدفعش ثمن الحراره نفسها. هنا انت بتدفع ثمن الحراره نفسها. اتمنى تكون الحته دي وصلت الشباب، ولو عدى حيز طبعا يدرس وياخد نوت ايه هي الووتر هيتر هيت بامب هنتكلم عنها. نرجع للبيلدنج بتاعنا تاني. احنا قلنا في سولار جين جاي من بره، وفي عندك هيت من جوه، والاير كونديشننج دلوقتي مفروض ان هو يعادل ده، ياخد التوتال ده يطلعه بره، ويبقى كده عندك حصل ثيرمال نيوتراليزيشن او ثيرمال ايكوليبريم جوه البلد. لما انت تيجي بقى تقول لي ايه، لا ده انا هدخل لك فريش اير. ليه بقى الفريش اير صداع للمهندس تكييف؟ ليه بقى؟ لان بيدخل بلود. صح، الله ينور عليه. وبيدخل بلود، واي لود ده لود مصيبه سودة. فاهم انت ازاي؟ ده لود مصيبه سودة، ده لود كبير جدا. ماشي، ممكن ساعات يتعدى اللود الاصلي اللي جوه البيلدنج. فعشان كده الفريش اير صداع 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 لاي واحد شغال في التكييف. يعني الفريش اير الاونرز ان فاكت بيروحوا بعد كده يروحوا مقفلين الدامبرز بتاع الفريش اير. تعالى ناخد مثال بالارقام كده عشان نعرفه. معلش يا شباب انا هتكلم بالفرنهايت لو ما تاخذنيش. حد عنده مشكله في الفرنهايت والامبريال نمبرز يعني ولا ايه؟ ولا عادي؟ عادي عادي يا باشمهندس. خليكم معايا بقى. لو انا عندي بيلدنج، البيلدنج ده انا مفروض 75 درجه حرارته و50% ار اتش. 75 يعني 23 مثلا، صح كده؟ حد يعرف يقول لي الانصالبي بتاع البيلدنج ده قد ايه؟ او الانصالبي بتاع درجه الحراره دي قد ايه؟ وادي التكييف اهو. حد عارف ده قد ايه؟ 31 تقريبا. بي تيو بير باوند؟ اه لا كيلو وات. لا لا انا عايزها بالبي تيو بير باوند. هو 29 شويه او 28 شويه.
لو 75 وال ار اتش 50 الانفال ب 28.1 دايما 28.1 BTU per pound ماشي ده الانفال ب 28.1 BTU per pound. انت عندك هيت جين صح؟ الهيت جين ده ايه اللي بيحصل؟ بيزود درجه الحراره دي صح كده؟ فانت عايز ايه؟ انت عايز ان يعني ان الهيت جين يرفع الهواء لدرجه الحراره دي، بمعنى ايه؟ يعني انت مش عايز ان الهيت جين يسخن عن ال 75، لا انت عايز تدي البيلدنج نفسه او الاير كونديشننج يطلع لك 55 مثلا، ولما الحراره ولما يكتسب البيلدنج الهيت جين بتاعه ال 55 بتطلع لل 75 وتروح داخله الاير كونديشننج تاني، الاير كونديشننج سحب فيها. فهمتوا؟ فهمتوا الحته دي؟ لا ما فهمتوش عادي. ما تت فهمت اقصد ازاي؟ ناخدها على السايكومتر. ناخدها على السايكومتر. خدها على السايكومتر عشان افهم. انا بس بجيب صورة. لا دي مش process display. انا بس بحاول اجيبها imperial setting english. خليها بالامكانيه. لو قول انت مثلا عايزها بالمتر عشان تفهم. حاول انت عايز ال درجة الحرارة 25 و50 ار اتش. صح كده؟ انت عايزها هنا، فانت عايزها بعد الجين توصل لهنا، مش انها بعد الجين تسخن عن كده. انت مش عايز حد يحس جوه الاوضه. معنى كده ايه؟ لو نمشي بالعكس، تروح انت شايل منها الليتنت جين اهو، وشايل منها السنسبل جين اهو، يبقى الاير كونديشننج بتاعك لازم لازم يدي دي، لازم يدي النقطه دي. فهمت الحته دي يا شباب؟ ايوه يا باشمهندس. ايوه يعني انت عايزها هنا صح؟ فانت بتشيل منها الليتنت جين والسنسبل جين
وانت بيخش لك هنا، يعني الاير كونديشنينج بتاعك هياخد الريتيرن ده ويروح ممشيه كده ويروح منزله كده، فيطلع هنا يروح انت وادي السايكل. بيحصل لوسز من السبلاي للروم عشان كده بتكون اقل. لا اكون مش انت لازم تبقى اقل، ان هي عشان انت ده الجين اللي بيحصل للبيلدينج، ده السولار جين. انت مش عايز السولار جين يسخن الاوضه توصل ل 100، انت مش عايز كده، انت عايز السولار جين يسخن الاوضه ل 75، فاهمني؟ تمام. يبقى انت عايز اللي بيطلع من الاير كونديشنينج ابرد عشان سواء سنسبل او ليتنت، سواء الاثنين. يعني الريتيرن كونديشن بتاعي هو الفاينل ريزلت بتاع الاوضه بعد ما كسبت جين ليتنت وسنسبل. فهمتوا النقطه دي؟ ايوه. وفي مغالطه ان الناس بتقول ان اللي بيطلع من التكييف بتكون الار اتش بتاعته 50%، هو اللي بيطلع 100% بيطلع لانه هنا، لانه هنا اصلا خلاص. ايوه صح، برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. التكييف عمره ما بيطلع 50%، استحاله، هو هيطلع هنا بس. هو الابسولوت هيوميديتي بتاعته اقل، 95. الابسولوت هيوميديتي بتاعته اقل من دي، صح، لكن هو طالع هنا، صح؟ ايه رايك عشان يعمل حساب الزياده؟ ايوه. تاني يا اخوانا، انت الريتيرن كونديشن بتاعك انت عايزها تبقى الفاينل كونديشن بتاعت الروم. معنى ايه؟ يعني الزياده اللي انت عليها والزياده السنسبل عليها توصل الروم انها تبقى 75 55 او 75 50. يعني انا عايز النتيجه النهائيه بتاعتي كده، فما ينفعش ادي الروم 75. لو انا ادي الروم 75 ما هتسخن توصل بقت 100، انا مش عايز كده. فهمت النقطه دي يا شباب كويس؟ ده اللي انا عايز اعمله، ده اللي انا، ده الريتيرن، ده اللي داخل التكييف. يعني لو التكييف عندي كده اهو، ده اللي داخل، ده اللي داخل التكييف، ده ريتيرن. السبلاي بقى بيبقى اقل من ده، ليتنت وسنسبل يعمل حساب الجين اللي من بره. فاهمني كده؟ مظبوط يا باشمهندس. حط لي بقى فريش اير كومبوننت بقى كده، حط لي فريش اير بقى هنا كده وشوف اللي هيحصل بقى، كميه العك اللي هتحصل بقى. حط لي انا فريش اير، والفريش اير ده داخل كده صح؟ الفريش اير ده هيتميكس مع ايه؟ مع ريتيرن. مع ريتيرن. هيروح داخل التكييف. طب التكييف مش هو عامل حسابه انه داخل لي 75 50، بس اللي بره اقل، او على حسب يعني اللي بره اكتر هيزود اللود، هيروح التكييف فاشل. هيطلع لي ايه بقى؟ مش هيطلع لي 55 بقى اني مور. نشوفها على السايكومتري. خليني ايه ارسمها كده. ده السنسبل جين اهو من الاوضه او السولار جين، وده الليتنت جين اهو، وادي التكييف ماشي كده اهو، التكييف ماشي بالعكس عشان يكمل الدايره، ماشي كده. بص بقى، ادي الانثالبي اهو، ده الانثالبي صح؟ الانثالبي من هنا، ودي النقطة ايه؟ هسميها ايه مثلا؟ ودي بي. النقطة من ودي سي مثلا كده، ودي دي. اي سي ده السولار جين سنسبل، سي بي ده الليتنت جين، البي اي اللي هي الدايره دي كلها ده اللي الكمبرسر بيعمله، ده اللي الاير كونديشنينج بيعمله، اللي بيشيل ده. ولازم طبعا الانثالبي من ال بي اللي هي التوتال جين هو يبقى من بي ل اي، لازم الانثالبي يبقى واحد. ما فيش طاقه لا تفنى ولا تستحدث من عمد، اللي بيجي انا بشيل. لو ده لو البي اي
اكتر من الاي بي الاوضه هتبرد، ولو الاي بي اكتر من البي اي الاوضه هتسخن. مفهومه كده سوفار؟ احنا فاهمينها مفهومه عشان ماشي. دخل لي بقى فريش اير هنا، بام دخل على البي، ايه اللي هيحصل للبي دي؟ هتروح طالعه لي هنا وكده، فاكر هتمشي كده. هيوميديتي على حسب انت من بره ايه هيوميديتي و وليت اكتر ليتنت وسنس ليتنت. يجي التكييف بقى يروح ماشي ايه، ماشي كده صح كده، وراح عامل كده خلاص بقى. طب طلع لي هنا، طب ادي السولار جيم بتاعي خلاص، ده انا هطلع هبقى 30 و80 خلاص، بوظت الدنيا، خرب لي الدنيا. لما تعمل ميكس ما بين الفريش اير وده، طيب خليني برضو اسال نقطه مهمه، هقول لكم حاجه مهمه. لو قلنا احنا ان التكييف ده توتال كده بتاعه قلنا ان هو 20 طن ماشي، وقلنا ان 16 منهم سنسبل على 4 لتر ماشي ماشي. طيب كم سي اف ام التكييف ده؟ كم سي اف ام، كم متر مكعب هواء تفتكروا؟ حد عارف؟ عمر؟ ايوه 20 طن، حوالي 8000. هم كل طن حوالي في التبريد احنا بنستخدم 400 سي اف ام، ده في الاماكن العاديه. ممكن نحسبها برضه يعني، ممكن، بس هي 400، هي 8000 سي اف ام. طيب الاشري قال لك ايه؟ انت لازم لو ده البيلدنج انت لازم تدخل 20% من الهواء لازم تدخله من بره، يعني انت دخل او 25%، يعني انا التكييف دوت داخل لي قد ايه؟ 5000 سي اف ام ماشي كده؟ طب معنى كده ان في 2000 سي اف ام من الهواء البارد ده هيطلع بره، لازم، ما هو البيلدنج مش بالونه، عشان اللي داخل هنا 8 واللي داخل هنا 2، فلازم 2 يطلعوا بره. مظبوط، عشان البريشر ما يزيدش كمان. ايه؟ كده ده بوزيتيف بريشر بيحصل. طب يبقى انت كده دي عشان تعرف اللي هيدخل الاير كونديشننج بقى هتعمل ايه؟ هتميكس 6000 زائد 2000 ما بين الكونديشن ده والوريفر بقى الكونديشن اللي داخل لك ال 2000 صح كده؟ مظبوط يا باشمهندس صح كده. طيب اديني ايه؟ اشغل سوفت وير كده، انا عامله حلو كده. هقوله لكم كده عشان ايه نفهم بالظبط احنا ايه. فكروني ابقى اديكم ده برضه، ده انا اللي عامله. في الحالة العادية أنا عندي ال 8000 كلهم داخلين درجة الحرارة بتاعتهم 75 وال RH بتاعتهم 50 وأنا عندي هنا هو 20 طن تكييف. التكييف هيطلع لي 52 درجة و 100% RH بافتراض يعني كل حاجة efficient. ده اللي التكييف ده اللي خارج من الكويل، هتزود عليهم وده هيبقى 16.5 ليتنت و7 و3.5 ام سوري 16.5 سنسبل و3.5 ليتنت. ده بالظبط اللي التكييف هيعمله، يروح البيلدنج بتاعك مزود الكلام ده يروح مزوده ايه، يروح مطلع لي هنا الثاني. طيب تخيل بقى، لا انا عندي مختلف، ده انا عندي بقى مش هيخش كده، ده انا عندي هيحصل ميكس قبل ما يخش التكييف. تعالى يبقى انا هيخش عندي 6000 75 و50 ار اتش اللي هي الويت بالب بكام يعني؟ الويت بالب 62.778 يعني 50%، واللي داخل من بره 2000 سي اف ام، وهنقول بقى هيدخل مثلا زي لو افترضت انت في الدوحه 114 دراي بالب و86 ويت بالب
الميكس ده هيبقى كام؟ 84 و12 و48 وكام؟ و48 و23. ندخل بقى ده على التكييف اللي هو 20 طن ونشوف هيطلع كام بقى. ماشي؟ 48 و12 84 و48.20 ماشي، وادي 20 طن بتاعتك بقت 60، نزود عليهم ال 20 طن هيرجع 84، عشان ال 2000 سي اف ام اللي دخلنا ده الهواء الاوضه اترفعت من 75 ل 84، من 23 ل 30 مش هتنفع كده. الفريش اير بتاعي مصيبه. طب ايه الالتيميت جول بتاعي؟ ان الفريش اير ده نعمل له ايه؟ لازم هكبر ده صح؟ طب او اعمل له ايه؟ ايه؟ اعمل له اندايركت دايركت قبل ما لا سيبك من الاندايركت دايركت، انا عايز اعمل له ايه فاندمنتلي؟ المفروض ابرده صح كده؟ مظبوط. ابرده لغايه فين؟ لحد ما يوصل بيساوي الاوضه مثلا. الله ينور عليك، والله العظيم انت، والله العظيم 100%. مهندس ام اي بي كونسلتنت ما كانش فاهمها. يقول لي لازم ابرده 55، يا ابني ليه يا ابني؟ يساوي الاوضه بس، انت كل اللي محتاجه ان انت تشيله يساوي الاوضه، عشان لما الميكسنج يحصل يبقى اللي هو طالع هو الاوضه، يبقى التكييف اللي جوه ما عرفش انه جه. والله العظيم انت، مين اللي قال يساوي الاوضه؟ انا حتى ما بشون. والله العظيم انت 100% حاجه. مهندس استشاري ما كانش فاهمها، قعدت ساعة ونص فاهمها له. انت كل اللي محتاجه في الدايركت في الفريش اير سيستم ان هو يساوي الاوضه، يساويها ايه؟ درجه حراره ولا يساوي انثالبي؟ انصال شغال انرجي عليه. الله ينور، والله العظيم، والله العظيم انت شباب حلوين. انثالبي صح، ولا يهمني درجه الحراره، انا كل اللي يهمني ان انا عايز اوصله انثالبي. طب الانثالبي كام؟ اللي هو 28 في الاوضه. بمعنى ايه؟ هقول لك انا كل اللي انا عايز اوصله له، ان انا عايز اوصله له ان هو يبقى الانثالبي ده اللي هو 28.3 بس. لو الانثالبي بقى واحد ولا التكييف هيحس بفرق مهما كان درجه الحراره مختلفه. فهمتوا الحته دي يا شباب؟ ايوه. طب حلو. طب تعالى بقى ايه نشوف كده 2000 سي اف ام عندي 114 ولود بالب 86 زي الدوحه اللي هي الفريش اير. انا عايز اوصل انثالبي ل 28.3، خلي بالكوا دي. ها اهي احط كام مثلا؟ لا 10 طن كده لا مش هينفع. طب احط 15 طن، 16 طن، لا 16.5، 16.2، 16.15 تقريبا كده. يبقى انا محتاج احط 16 طن في الفريش اير لود هنا اهو، هنا مش قصدي، محتاج هنا احط 16 طن يونت او 16.2 تحديدا عشان ياخد ال 2000 طن ال 2000 سي اف ام يوصلهم للانثالبي بتاع الريتيرن، عشان لما يحصل لهم ميكس الاير ده ما يحسش بحاجه. فهمتوا؟ فهمتوا ليه الفريش اير هيدك؟ ايوه باشمهندس. تعالى بص بقى هيطلعهم قد ايه؟ بص هيطلعهم 62 ساتيوريتد. ماشي 62 ساتيوريتد. ففي واحد يقول لي طب انا لو عملت مثلا 62 و75 ساتيوريتد هتفرق؟ طب نشوف 62.64 والار و 62.64 و 62.64 والبول
بقت 75 و60 صح كده؟ ده الميكسر اللي دخل على الريتيرن، بس الانثالبي بتاعه كام؟ هو الانثالبي بتاع الحاجه كده صح؟ بصوا بقى احفظوا الرقمين دول 71 و78 هكتبهم كده كده على جنب عشان ما انساهمش، وهقول لكم البيوتي ليه انا عملتهم. واحد وسبعين والار اتش بتاعتي 60 و88 ايه الفرق ما بين ده وده؟ 50 ار اتش. ايه الفرق ما بين الهواء ده والهواء ده؟ ده اعلى اقل منه في درجه الحراره واعلى في الريلاتيف فيوم. والانثالبي الانثالبي واحد. لو دخلت الهواء ده على 20 طن ودخلت الهواء ده على 20 طن النتيجه لازم تكون واحد. لو دخلت الهواء ده على 20 طن او الهواء ده على 20 طن النتيجه لازم تكون واحده. وهوريها لك اهو 75 60 20 هنحطها 8000 8000 بس تفهم النتيجه كام؟ 52 ساتوريتد صح؟ شايفينها صح؟ ايوه عشان طب نغير هنا نخليها بقى ايه؟ 71.87 وهنا 60.88 النتيجه كام؟ 52 ساتوريتد ولا هوا ولا فرقت حاجه لان الاثنين عندهم نفس الكونتنت وفيه. الله ينور عليك، الاثنين عندهم نفس الكونتنت وهو ده اللي بدور عليه انا بدور عليه. يبقى انا كل فكرتي في الفريش اير يونت او بنسميها الدو از دي او اي اس، عشان لما تسمع الكلمه دي بعد كده اسمها الدو از يونت. انا كل فكرتي في الدو از يونت انا عايزها تعمل ايه؟ انا عايزها تنزل لي الهواء ده اللي بره للانثالبي بتاع اللي جوه البلدي بس طالما نزلتها للانثالبي بتاع جوه البيلدنج ولا هتفرق معايا حاجه، ولا الهواء ولا تفرق معايا حاجه. فاكرين الدايركت ايفاب كولر يا اخوانا؟ فاكرين الادياباتيك كولينج اللي احنا اتكلمنا عليها؟ ايوه. طيب ينفع استخدم ادياباتيك كولينج عشان ابرد الفريش اير ده؟ لا، عشان انا لازم اقلل الانثالبي والادياباتيك بيعمل الانثالبي ثابت. مين اللي قال كده؟ مصطفى. انا مصطفى والله العظيم. شفت بقى فهمت الحته دي؟ والله انا فرحان بيك جدا. فهمت الحته دي؟ الايفابوريتيف كولينج دايركت ايفابوريتيف كولينج ما ينفعش نستخدمه في الفريش اير ابلكيشن لانه كونستنت انثالبي، وانا كل هدفي ان انا عايز انزل الانثالبي. هو يا فرحتي نزلتها لي من 95 خليتها لي 65 بس كونستنت انثالبي ولا فرقت معايا حاجه. انت مش محتاج تبرد الفريش اير ل 55 وارقام فارغ من دي، انت مش محتاج تعمل الكلام ده كله. انت كل اللي محتاجه ان انت عايز تنزله للانثالبي بتاع الهواء اللي جوه بس، عشان الماشين دي ما تحسش بحاجه. ماشي؟ طب اوريكم حاجه كده، حته لولبيه برضو. حد يعرف السايت دي؟ حد يعرف الويب سايت دي؟ اسمها اشي نترو دوت انفو. دي اللي بتدي الاشي ديزاين كونديشن او اللي احنا بنسميها يعني احنا بنديزاين على ايه. طيب تعالى كده هناخد مدينه زي كولورادو. كولورادو
دنفر ام سوري يعني الولايه كولورادو مدينه في دنفر جوه كولورادو اهي دنفر. بص الاشري ديزاين كونديشن خلينا بالامبريال برضه معلش. بيقول لك في الصيف ان درجه الحراره بتبقى 93 والويت بلب بتاعها المين كو يعني الديزاين كونديشن بتاعنا الدرجات اللي احنا هنستخدمها 93.5 و60.6 من 10 الويت بلب ماشي كده 93.5 و60.6 من 10 تعال نحطها هنا كده استنى خلي بالكم الانسلب اللي احنا كنا بنبور عليه في الاوضه ديت 28.5 28.3 من 10 طب هحط الهواء بتاع بره كده 93 بوينت 5 بيقولوا والويت بلب 60.6 الانصال بكام بتاع الهواء اللي بره 26 يعني اقل من اللي انا اقل من الاوضه طب انا محتاج ابرد الهواء هنا في الفريش اير لا طبعا لا ليه عشان الانصال بقل مش عارف. اصلا الهواء اللي داخل ده هيساعدني مش ده هيساعدني صح كده مظبوط بس المشكله في ايه ان هو داخل 93 فممكن يديني احساس كده ايه بقلق شويه هو اوفر اول التكييف مش هيقفل يعني انت لو تعالى ايه نشوفها كده 93 وهنا 93 وين 5 والويت بلب والويت بلب 16.6 ماشي الميكسر اكشن هيبقى 27 وشويه اقل شويه 79 بس المشكله هو هيديني شعور ان الدنيا حر شويه 79 صح؟ طب اعمل ايه في ده؟ لو انا في دنفر كولورادو اعالج الفريش اير اعمل له ايه؟ ممكن استخدم ادياباتيك طيب هنا عادي بقى فيبريتو في كولينج بقى عادي ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ نعم. ايه الحلاوه دي والله انا فخور بيه بقى اهي اشغل ادياباتيك هيطلعها لي كام 62 اولموست ساتوريتد 62.77 و61.15 اروح مشغلها هنا اهي 62 بصوا نفس الانصال دي 26.6 62.7 من 10 اهو 61 والبلب اللي 66 هي هيتلاقي لي 78 الانفال دي هيبقى واحد تقريبا ولا حصل لي اي تغيير. استخدمت اثنين استراتيجي في عشان اوصل استخدمت اثنين استراتيجي عشان اوصل لكده هي انت الفريش اير انت بتعامله فين؟ انت في الرياض اكشلي دراد راي انت في الدوحه ولا في دنفر كولورادو؟ انت في اسوان ولا في القاهره؟ لازم تفهم مشكلة الفريش اير عشان تعرف تعالجه. ده الاستخدام الصح بقى للسيكومتر الشغل. الله ينور عليك، لازم تفهم مشكلة الفريش اير عشان تعرف تعالجه، مش دي مكنة فريش اير هتشتغل في ميامي فلوريدا وهي اللي هتشتغل في الدوحة، اللي يقول لك كده يبقى حمار، مش فاهم حاجة. أنا لازم أفهم أنا بعمل إيه القبلة عشان أتعالج، بص هفهمك. بص انت هنا 93.6 تعال نشوف كده الاشري ديزاين كونديشن مثلا في الرياض اهي الرياض كام 111.65 صح 111.65 طب تعال نشوفها كده دي هتبقى ايه 111 65 اكشلي اعلى سنه بسيطه بس اتس از نوت دراماتيك
يعني انا لو انا عايز هنا بقول اهي 2000 2111 و65 واقفل ادياباتيك الانصلب. انا عايز انزلها ل 28 طن بس، عايز انزلها ل 28. انا محتاج مثلا ايه 3 طن مثلا، لا كتير 1 طن 28 اهي نزلت 1 طن بس عشان اعالج الفريش اير، وهيخرجوا لي 105. اعمل بعد كده ايه؟ اخد ال 105 ده احط فيه ايه؟ حط في ايه؟ فابريكيك ادياباتيك. الله ينور عليك. ايه ده والله العظيم انتوا بقيتوا يعني ماما، والله العظيم اللي انتوا بتقولوه ده مهندسين ما فاهمين، متخرجين وشغالين في التكييف سنين، لما تيجي تشرح لهم كده يقول لك ازاي؟ ايه ده؟ هحط دايركت ايفابوريتيف كولر بعد دي اكس كولي. ايوه يا عم حطه، انت زعلان ليه؟ حطه يابا حطه هيشتغل. يقول لك لا، قول له يا عم حطه بس ما تشرحش. يقول لك ازاي يعني احط دي ايفابوريتيف كولر بقى؟ اه يا عم ايه المشكله؟ يروح ويروح صارف ملايين عشان ينزل ده 75 مثلا او 65 20 مثلا 15 6 يعني انت كنت هتستخدم طن ودرجة 5 ونص، وهو فرق 5.5. يعني انت لو كنت هتستخدم في الفيلم ده 100 طن هتستخدم 650 طن. ليه يا ابن الحلال؟ عشان ابرد الفريش يا ابني. مش مشكله، انت مش محتاج ده كله. يقول لك لا مش هبرد الفريش يا ابني. مش مشكله يا ابني، حط ده حط شويه صغيره، حط بعديها دايركت، انت خلاص وصلت الانثالبي اللي انت عايزه. لا هو حافظ مش فاهم، ودي نقطة مهمة جدا في الفريش اير. طيب تعالى على مدينة تانية كده زي الدوحة، أو خلينا إيه، في مدينة قريبة منها اسمها جهنم دبي عشان الحر اللي فيها. يا لهوي، هو الثرموستات مظبوطة على جهنم هناك يعني. دبي كام بقى؟ 109.74 ماشي. او بص بقى ساعتها بقى ايه تبقى، او الدوحه مثلا، الدوحه 116.86 114.86 الانصال بكام حضرتك؟ 50 بي تي يو، 50 بي تي. انت محتاج هنا بقى ساعتها ما فيش بقى لا دايركت فاب، لا انت محتاج فعلا تحط تكييف كبير جدا. قلنا 16.2 تقريبا، احنا قلنا 16 عشان ينزلها لي ل 28 ماشي. هتلاقي عامل 9 و7 ليتنت كل التكييف ده، تكييف كبير جدا عشان يعملها لي. فنفس الماشين نفس الديزاين في دنفر كولورادو هيختلف عن دبي، هيختلف عن القاهره، هيختلف عن اسوان، هيختلف عن انت شغال فين. لازم تفهم مشكله الفريش اير ازاي وانت بتعمل ايه. فهمتوا؟ طب الاندايركت بقى، انتوا فاكرين الاندايركت احنا قلنا ان هو بينزل شويه من السنسبل لود؟ يعني الاندايركت مش، لا انا بتكلم على الاندايركت فاب كولر مش الدايركت. كان عباره عن سنسبل كولينج زائد ادياباتيك بروس. مش زي الادياباتيك، هو الادياباتيك ما فيهاش سنسبل. الادياباتيك كان هو سنسبل بس، الاندايركت هو سنسبل بس، هو نان ادياباتيك بامب، هو بيمشي كده صح؟ مظبوط. تعالى بقى في كده ايه، بص انت هنا في حته زي الدوحه عشان تبرد الفريش اير بتاعك، تعالى بقى نستخدم، لو قلنا بحق ربنا احنا محتاجين مثلا 20 سو 20 سي اف ام 20000 سي اف ام عشان تنزلها للانصالب اللي انت عايزه اللي هو 75، انت محتاج 110 يبقى 160 بوينت 160 طن
بص 162 طن عشان تنزلها للانثالبي اللي انت عايز. خلي بالك انا مش ببص على تمبريتشر، انا عايز انزلها للانثالبي بتاع الاندور، صح كده؟ لو انت في الدوحه وعندك ريكويرمنت 20000 سي اف ام، ال 20000 سي اف ام دي هينزلوا هتدخلهم على دي اكس هيطلعوا لك ال 28، يبقى انت كده فل شمعه منوره وكده شغال. قول له لا، طب انا قبل الدي اكس انا هحط اندايركت فاب كولر. طب هيفيدني في ايه؟ اقول لك هشغل اندايركت فاب كولر كده. طيب الاندايركت فاب كولر نزلها لي كام؟ 44 بدل 50، صح كده؟ طب يعني عمل لي كام طن تقريبا؟ 40 وشويه. يبقى انا هنا محتاج ال 162 كلهم، يبقى انا هنا محتاج 122 مثلا، هنزل ال 28 محتاج 121 كمان. evaporative cooling في منطقة هيوميد له فايدة. ايه ده؟ معقولة؟ اه. ليه؟ لان انا ممكن انزله لو انا في الابليكيشن بتاعي، انا عندي فريش اير ابليكيشن، هشيل خلي بالكم الهدف ايه؟ ان انا اقلل الكمبريسر، صح؟ لان ده اكتر حاجة بتاخد كهرباء. مظبوط، بستخدم بامب في الايفابوريتف عشان ووتر، انما الكمبريسر الكمبريسر مصيبة. انا وفرت كام كده؟ 42 طن. 40 طن. فهمت الحتة دي؟ فهمت الفريش اير او الدو اس سيستم بيشتغل ازاي؟ مظبوط يا شيخ. مظبوط. يعني ان انت فاهم يعني ايه دو اس وازاي الدو اس بيشتغل، ويعني ايه ان انا ماتش الانثالبي بتاع الروم، وانه تكنولوجيا استخدمها افضل عشان توصل لقد ايه، دي مهمه جدا. طيب فاكرين فاكرين الالفين اللي طردناهم من هنا دول اللي هم المغضوب عليهم دول اللي طلعوا بره الاوضه، صح؟ فاكرينهم؟ ايوه يا باشمهندس. ده الاكزاوست ده، الاكزاوست ممكن استخدمه في حاجه؟ ممكن ادخله مع الريتير مع لا هو كده كده طالع. ما ينفعش ادخل اعمل بيه. اه اقول اعمل بيه ايه؟ ابرد بيه مثلا الدو اس. الدو اس ابرد بيه اللي داخل. ابرده بيه ازاي؟ بليت اكسشينجر على طول. بليت اكسشينجر على طول. بليت 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 اكسشينجر، او ده البروسيس دي بنسميها ايه؟ ميكسينج. ميكسينج. مفيش ميكسينج. مش ميكسينج. البروسيس دي بنسميها ايه؟ هيت ريكفري. هيت ريكفري. اه يس هيت ريكفري. انت ما بتميكس دول، ما بيتعمل له ما بيتعمل لهمش ميكس مع دول. ده كده مشكله. ما سوتها هتزيد تاني لو ميكس، مصيبه سودا. مش انصلب انت الميكس، انت عايز تطرده، انت عايز اكشوال فريش اير كده، نسبه ثاني اكسيد الكربون هتعلى تاني. دول لازم يطلعوا بره البلد. فانا هنا بعمل حاجه اسمها هيت ريكفري، ان انا بريكفر الهيت او بريكفر شويه من البروده ديت اللي داخله، ابرد بيها اللي داخل واكمل كده دي اكس، ولا اكمل اندايركت، ولا اكمل وريفر اللي انا عايزه. المهم انا اخد شويه من الهيت ده، بستخدم حاجات مثلا زي انثالبي ويل، زي ايفابوريتيف ريكفري، زي الورقه اللي انا اديتها لكم، وده هيبقى موضوع المحاضره الجايه، الهيت ريكفري للفريش اير. ده هيبقى موضوع المحاضرة الجاية، ازاي بنعمل ريكفري وايه التكنولوجي المستخدمة. شفتوا الاندايركت حاجة بسيطة قوي، انا فهمتها لكم في الاخر خالص، بس انت كنت لازم تفهم الفريش اير ازاي، ايه المشكلة بتاعت الفريش اير، وليه هي بالنسبة لنا نايت مير، وازاي تتحسب عشان تعرف انا الاندايركت هيعمل ايه. لو انت مش فاهم مش هتعرف. وتاني انا اللي يهمني وقلتها لكم مليون مرة قبل كده، ان انتوا تفهموا تكييف، تفهموا، مش مجرد ان انتوا حافظين تخشوا تعملوا مسائل. باشمهندس كده كده لما ببرد الفريش اير بالاكزوست كده انا بوفر عندي عمليات سنسبل. طبعا طبعا طبعا. يعني انا هديك وكده كده كنت هرميها، يعني كده كنت هرميها، صح؟ انا هديك مثال اهي.
ده بنسميه انثالبي ويل، ماشي كده. الاوت دور اير داخل 100 سي اف ام، ام سوري 2000، وهيخش 114 زي ما احنا قلنا، والويت بلب بتاعته 86، واللي خارج 2000 برضو اللي انا حرميهم الاكزاست اير، وهيبقى 75. الويت بلب بتاعه قلنا كام؟ الويت بلب بتاعته 2.7 ماشي. ادي الاوت دور اير وداخل، وادي الاكزاست اير. اهو ده اللي طالع اهو، وده اللي داخل. دخل لي كام؟ 102.79. البي تي ال ار ال 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 الانصلب بتاعه كام؟ 42. يبقى انا قللت شويه، واخد الكلام ده هدخله على دي اكس بعد كده. ده بيسموه انرجي ريكفري، ودي من اهم التكنيكس اللي بنستخدمها عشان نحل مشكله الفريشين. ازاي نعمل؟ انا كده كده هرميه زي ما انت قلت، بدل ما ارميه ادخله. طبعا المره الجايه هنتكلم عن التكنيكس بتاعه الفريش اير ديت الريكفري، هنتكلم على الايفابوريتيف ريكفري. ودي الورقه اللي انا اديتها لكم اهي، دي الورقه اللي انا اديتها لكم، اللي هي دي. انا اكشلي ورقه قدمتها في 2014 او 2017، وده كان بروجكت عملناه في قطر، كان ايفابوريتيف ريكفري لبيلدينج في الدوحه للمول في قطر، لو حد راح قطر قبل كده. وده كان حوالي 500,000 سي اف ام، ودي الماشين زي وازاي احنا عملناها، وايه الريجن اللي بيشتغل فيها، وايه التوفير وكميه التوفير اللي وفرناه، وفرنا قد ايه تونج، وفرنا الكلام ده كله. الفكره تاني يا شباب، الفكره كانت كمهندس مفروض تفكر انا هوفر ازاي في الكهرباء. ده مفروض يبقى الهاجس الاكتر ليك. لو انت اتربيت على كده وكبرت على كده هتفضل انت كده، وهتفضل فاهم يعني ايه تكييف. عندك زرو بس عشان نصدق الاكسل شيت كمان. هبعت لكم الاكسل شيت، حاضر. وهبعت لكم كمان، بصوا انا عامل لايبرري انتوا تعرفوا ان لايبرري في الاكسل، يعني انتوا عارفين مثلا لو انت قلت هنا مثلا واحد كده، وهنا اربعة، صح؟ وهنا رحت عامل فورملا قلت مثلا ايه A1 او J9 بلس دي، هتطلع اللي هي 9، صح؟ دي بيسموها فانكشن، دي لايبرري. فانا عامل لايبرري لكل شورت جوه الاكسل. بمعنى ايه؟ يعني لو دي مثلا قول 75 اهي، ودي مثلا 62، او لا قول 50 ار اتش، والاليفيشن بتاعك مثلا صفر. لو انا عايز احسب الويت بلب ايكوال اف ويت بلب ايكوال اف ويت بلب اهي، بتحط ادي الدراي بلب والاليفيشن والار اتش سليشن للايبرري. دي بتشتغل على كل الاكسل شيت، دي ممكن تبقى في الماشين بتاعتك. يعني هي انت لو عندك اكسل شيت من الاكونت هنا كده، لا ام سوري من الاوبشن كده، اد ان كده، لانه بعدين بتعمل لها جو كده، اقول لك براوز تشوف انت عامل لها انستليشن ايه، وتعمل لها تشيك مارك، ودي تبقى انستولد، تبقى لايبرري، تبقى فانكشن انت عاملها جوه الاكسل، ممكن تستخدمها في اي اكسل شيت تاني. خلاص تبقى كل انا عامل كل السايكومتريك فانكشن محسوبه بفورمولاز عاملها جوه الاكسل،
فانت ممكن تستخدمها في اي حته. والاكسل شيت هبعته لك. ماشي؟ تمام. اسئله ثانيه؟ والله العظيم يا شباب والله انا ما بهزر، بس فعلا يعني اللي انا بقوله لكم هنا مش مفيش حد هيقوله لك صدقني، لان مش كتير فاهمين. فاهمين فريش اير يا شباب؟ ايوه بتاع سنه ثانيه الثالثه. ايوه هندسه. صدقني هحاول اظبطها، انا بتفرج على المحاضره ثاني. ماشي. اي اسئله شباب النهارده الثاني؟ ماشي. يبقى ميعادنا 7 في بتاع العشري الثانوي في يناير، في هيبقى في لاس فيجاس. واكشلي في 4 شباب من مصر.